اهلا بكم. كانت توجدوا بالمدينة السياحية عاصمة الجنوب مدينة أكادير، وحنا كنعيشوا الشهر الفاضل شهر رمضان المبارك. غادي نستقيو مجموعة من الآراء ديال المواطنين اللي كيحبوا يمارسوا الرياضة في هذا الشهر الكريم. بقاو معنا في هذا الروبورتاج من إعداد الزميل محمد أيت الرمي. الرياضة من الأولويات اليومية التي وجب على الإنسان العمل على مزاولتها حتى ينعم بصحة جيدة، وتبقى هذه الممارسة رهينة بالمجهود الجسدي الذي يقوم به الإنسان. نورمالمون السبور ان شاء الله بلا ما يديروه في رمضان ولا بلا رمضان، حنا انا شخصيا تنديروه بلا رمضان، هو مصيب لا دينيا لا صحيا، لا هو بان الانسان يدير السبور بلا رمضان. لا في رمضان صراحه شي واحد حاجه مزيانه، حيت شي انسان تيستعمل السبور ديالو ما تيضيعوش، عوض ما يمشي يدير شي حاجه اخرى يضيع الوقت ديالو في الناس يتفرج في السينما. الرياضة في رمضان مزيانة بزاف، كتكون عندنا واحد الوقت شايطة بين الخدمة والفطور، يعني الواحد كيكون عنده الوقت فاش يتحرك، وانتو كارا السبور مزيان. الرياضة في رمضان اخويا كنصدنا على الشيء ديال الوقت كنجيو التريكو في المهرجان، الرياضة راه خصك ديرها بلا رمضان ديما حفاظا على الجسم. لا جدال بين المتتبعين للشأن الصحي حول ضرورة جعل الرياضة من السلوك اليومي، إلا أنه من البديهي استشارة الأطباء في هذا المجال. الدكتورة غزلان عمري طبيبة سابقة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني انتقلت مؤخرا إلى عيادتها الخاصة بمدينة أكادير في تجربة استطاعت من خلالها الاحتكاك الدائم واليومي بالحالات المرضية، حيث أن عملها اليومي لا يخلو من النصائح الخاصة بضرورة ممارسة الرياضة بشكل دوري. دونك بالنسبه للناس اللي كيزاولوا الرياضه في رمضان، هناك بعدا قبل ما نهضر على الناس اللي كيزاولوا الرياضه في رمضان، بغيت نتكلم على الناس اللي كينقطعوا على الرياضه في رمضان. فهذه فكره غلطه، كيقول لك انا مع الصيام وانا مع الصيام حبست الرياضه وانا مع الصيام ما بقيتش كنزاول تمارين الرياضه ديالي. بالعكس، احنا عارفين ان الصيام مفيد بزاف للذات، مفيد سورتو غيولي مفيد اكثر الا كانت الناس كتزاول الرياضه. علاش؟ حيت حنا الرياضه عارفين ان الرياضه كتخلص من السموم ديال الذات، كتخلص الذات من لو ستريس، من يعني الواحد كيخرج لو ستريس والسموم ديال ذاته. بالعكس، ممارسه الرياضه في رمضان انا كنصح بها بزاف، واحسن وقت بالنسبه لممارسه الرياضه في رمضان هو قبل الافطار. يعني يحاول الشخص انه الا غيمارس واحد ساعه الرياضه في اليوم او لا واحد 45 دقيقه الرياضه في اليوم، فهو يحاول يسالي واحد نص ساعه ماكس، يعني واحد ربع ساعه ماكسيموم نص ساعه قبل الفطور. علاش؟ يعني باش الواحد كيجيبها مع الفطور باش يقدر يعوض ذاته بالاملاح المعدنيه والسوائل اللي خسر خلال مزاوله الاملاح المعدنيه، وقلنا السوائل اللي خسر خلال مزاوله هاد الرياضه ديالو. وتبقى ممارسة الرياضة من القواعد الأساسية للحفاظ على التوازن الطبيعي لجسم الإنسان، بالإضافة إلى الأغذية الطبيعية المتوازنة.